مشاهدينا الكرام متابعينا الافاضل، شكرا لزملائي على التواصل. وها هي الانطلاقه هنا لشوط اخر من اشواط التحدي، من اشواط الاثاره، من اشواط صباح هذا اليوم، يوم الثنايا هنا لابناء القبائل على ارضيه هذا الميدان. رابع الاشواط المنطلق هنا الخاص بالقعدان المهجنات العصايل ضمن اشواط الانتاج والمنتجين لابناء القبائل للثمانيه كيلومترات. هناك ارى شعارات، هناك اسامي، هناك العديد والعديد من المنافسات. هو سيارة للفائز بالمركز الأول، جوائز نقدية قيمة لبقية الفائزين. نسير معكم أدينا ومتابعينا الكرام في هذه التحديات وفي هذه الانطلاقات المتميزة، ونتابع معكم ماذا يدور هنا على أرضية هذا الميدان من تحديات ومن إثارة متميزة. نتابع صدارة هذا الشوط هنا والمقدمة والمركز الأول، نبحر في المراكز الأولى المنطلقة هنا في مسيرتنا ومسيرة الثمانية كيلومترات. صدارة هذا الشوط والمركز الأول يأتينا ناصي لسعيد بن بطيب السيف السبوسي، من ينطلق على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول، بينما المركز الثاني ينطلق هناك مصيح خليفة بن مطي بن محمد بن خليفة الشامسي، من يأتي على المركز الثاني والمركز الثالث مودع العلي بن أحمد بن علي النيادي يتواجد ثالثا، وعلى المركز الرابع والمنطلق من الجانب الآخر هناك بالانطلاقات والتحديات سرمد حمد بن سيف بن مايد المزروعي ينطلق بهذه الانطلاقات والتحديات المتميزة، بينما المركز الخامس خامس المراكز وخامس المنطلقين شعار بن كليب، من يأتينا هذه الانطلاقة هنا والتحدي من قبل لاهوب محمد بن علي بن راشد بن كليب لقتبي، وعلى المركز السابع المركز السادس هملول عوض بن سعيد بن سويلم لقتبي، من يأتينا على سادس مراكزنا نتأخر وناخذ المركز السابع. المركز السابع والانفصال بين المراكز المتقدمة، سابع المراكز هنا والقادم بهذا الأداء الجميل مهدي أحمد بن عبد الله بن سعيد بن فارس الدرعي، يقدم لنا مهدي بهذه الانطلاقة المتميزة، بينما الوصول على المركز الثامن من مداهم لمحمد بن سليم بن سالم العفاري ينطلق بتحدياته المتميزة، والمشير يأتينا تاسعا هنا بهذه الانطلاقة للسيل بن محمد بن حمادي العفاري، وعلى المركز العاشر يأتي مكلف هنا لأحمد بن سعيد بن عبيد بن عمير لكتبي. هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الأولى ضمن أشواطنا في هذا الصباح، ونداءنا الأول للمراكز العشرة الأولى خلال هذه المسيرة وخلال هذا الانطلاق المميز. نعود مشاهدينا الكرام إلى صدارة هذا الشوط، نعود إلى المقدمة وإلى المركز الأول، هو التحدي الجميل هنا الثنائي الذي نتابعه على أرضية هذا الميدان. نتابع صدارة هذا الشوط والمقدمة والمركز الأول، مصيح مصيح من غير على الصدارة وعلى المقدمة خليفة بن بطي بن محمد بن خليفة الشامسي، وعلى المركز الثاني ناصي لسعيد بن بطي بن سيف السبوسي ينطلق هنا بهذا الانطلاق، وعلى ثالث مراكزنا يتواجد مودع علي بن أحمد بن علي النيادي المنطلق هنا على ثالث المراكز بهذه الانطلاقات وبهذه التحديات المتميزة، بينما المركز الرابع يأتي سرمد، على المركز الرابع حمد بن سيف بن مايد المزروعي ينطلق هنا على رابع المراكز، وفي المركز الخامس
المركز الخامس وخامس المنطلقين والمتحديين هناك ياتي له هنا بهذا الانطلاق لمحمد بن علي بن راشد بن كليب لقتبي وهنا هملول عوض بن سعيد بن سويلم لقتبي ياتينا سادسا في هذه السداسية ثلاثة في المقدمة ثلاثة في منتصف هذا الأداء وعلى المركز السابع نتابع المراكز القادمة هنا ونحن نقترب من منتصف المسافة نقترب من لوحة الأربعة كيلومترات هنا والقادم هذا الأداء أتانا مداهم لمحمد هنا أيضا ولكن القدوم من شعار بن فارس الدرعي مع مهدي حميد بن عبد الله بن سعيد بن فارس الدرعي القادم على المركز هنا السابع والمركز الثامن المركز الثامن والوصول من مداهم محمد بن سليم بن سالم العفاري هنا أيضا قدوما ممتاز وملحوظ ووصل هنا المتحد في هذه اللحظات هنا أيضا مع أبو عبد الله قادم بانطلاقته خميس بن عبد الله بن خميس بن مرشد المرر ينطلق المتحد بهذه التحديات على تسع المراكز والمركز العاشر المركز العاشر مكلف لأحمد بن سعيد بن عبيد بن عمير لقتبي هذه هي النتيجة للمراكز هنا العشرة الأولى المنطلقة بتحدي وخلف العشرة المراكز هناك أسامي هناك أيضا شعارات تتواجد بانطلاقاتها وتحدياتها لنا عودة إلى الصدارة إلى مصيح على الصدارة مصيح على المقدمة وعلى المركز الأول يسيطر على زمام الأمور خليفة بن بطي بن محمد بن خليفة الشامسي منطلقا على صدارة هذا الشوط القادم من مدينة العين للمشاركة بهذه التحديات في هذه الانطلاقات المتميزة بينما المركز الثاني وأهالي سويحان مع ناصي هنا لسعيد بن بطي بسيف السبوسي من ينطلق على المركز الثالث وفي المركز الثاني القادم هنا مودع أيضا قادم من مدينة العين علي بن أحمد بن علي النيادي ووصل وأهالي الهباب القادمين هنا أو أهالي المدام لاهوب هنا محمد بن علي بن راشد بن كليب لقتبي من ينطلق على المركز الرابع وفي المركز الخامس أهالي الزراف قادمين بسرمد سرمد حمد بن سيف بن مايد المزروعي من ينطلق على المركز السادس على المركز الخامس والمركز السادس هنا مهدي هل القوع قادمين حميد بن عبد الله بن سعيد بن فارس الدرعي من ياتينا هذه الانطلاقة هو بهذا التحدي الله وصل وأهالي مصانع الجنوب هنا مع مداهم محمد بن سليم بن سالم العفاري من ينطلق بهذه التحديات وهنا القادمين ايضا اهالي مدينة العين القادمين من غشابة الانطلاق هملول هنا عوض بن سعيد بن سويلم لقتبي واهالي الظفرة مع المتحد خميس بن عبد الله بن خميس بن مرشد المرر هنا ايضا قود بتحدياته واثاراته المتميزة يا سلام المركز العاشر هناك القادم في هذا الاداء الجميل والتحدي المميز مكلف لأحمد بن سعيد بن عبيد بن عمير لقتبي يلا يا هالي التلة بهذا الانطلاق الجميل يا سلام هنا غادرنا 2 كيلومترات درنا 1800 هنا وفي طريقنا هو الصدارة والمقدمة والمركز الأول والتغيير الذي طرى وجرى على صدارة ناصي من غير على صدارة على المقدمة وعلى المركز الأول ناصي هنا لسعيد بن بطي بن سيف السبوسي ينطلق هنا
في هذه الانطلاقات والتحديات. يا الله يا ابو بطي، يا الله يا سيف، يا ابن بطي يا ابو سيف، حركنا بهذا الانطلاق وانطلاقتي هنا. ناصي على صدارة لسعيد بن بطي بن سيف، السبوسي على صدارة، هناك من الجانب الآخر مصيح مصيح من ينطلق على المركز الثاني بهذا الانطلاق، خليفة بن بطي بن محمد بن خليفة الشامسي هنا منطلقا. يلا يا ابو بطي، هنا بهذه الانطلاقات التحديات أرى الهجوم، أرى الهجوم، 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 وارد هنا، وارد بهذا الانطلوق الجميل. مداهم 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 محمد بن سليم بن سالم العفاري القادم في هذه اللحظات، هذه الانطلاقات. محمد بن سليم بن سالم العفاري هو هنا، هنا النيادي، النيادي مع مودع، مودع علي بن احمد بن علي النيادي، وبن فارس مع مهدي حميد بن عبد الله بن سعيد بن فارس القادم هنا ايضا بهذه الانطلاقات بهذه التحديات. وهنا اول نداء ارجنت محمد بن السهيل بن دليله العامري مع ارجنت في هذا الانطلاق الجميل، والراوي لساري بن محمد بن بلوش المزروعي ايضا باول نداء. ولكن الصداره، الصداره، الصداره والمقدمه والمركز الاول وصدورة هذا الشوط، الله 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 الله، التحدي الله هنا والاثاره الجميله، السلوم، تحديات، تحديات بين ناصي وبين بين بين مودع، ناصي ومودع، مودع يتسلل في هذه اللحظات الى الصدارة، الى المقدمة، الى المركز الاول وصدارة هذا الشوط. هذا الانطلاق الجميل، الله، التحديات الأخيرة، التحديات الأخيرة، هنا هنا هنا، وعاد ناصي، عاد ناصي، عاد ناصي، 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 وهنا الله مودع وناصي، ناصي ومودع، اللحظات الأخيرة، ناصي مودع، نوصي مودع، ولكن هنا اللحظات الأخيرة، هنا مودع لعلي بن احمد بن علي النيادي المركز الثاني، ناصي لسعيد بن مطيب سيف السبوس المركز الثالث، ومداهم محمد بن سليم سالم لعفاري والمركز الرابع. وصل مشاهدينا الكرام ارجنت لمحمد بن سليم الدليله العامري، وهناك وصل مشاهدينا الكرام بن فارس مع مهدي حميد بن عبد الله بن سعيد بن فارس الدرعي، من اتانا على المركز الخامس بهذه الانطلاقه. 12 دقيقه 45 ثانيه، سبعا من الاجزاء من الثانيه، التوقيت الزمني الذي قدم بهذا الانطلاق والتحدي الجميل هنا، مع ايضا في هذا الاداء مودع علي بن احمد بن علي النيادي، ناصي من حل ثانيا هنا لسعيد بن بطي بن سيف السبوسي ب 12 دقيقه 46 ثانيه، وفاء وتماما وكمالا. بينما المركز الخامس، المركز الثالث مشاهدينا الكرام بهذه الانطلاقات والتحديات المتميزة، مركز الثالث مداهم محمد بن سليم بن سالم العفاري ب 12 دقيقة 47 ثانية، ثلاثة من الأجزاء من الثانية، التوقيت الزمني الذي سجل بهذه الانطلاقات بهذه التحديات الجميلة.